لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى تفسير سورة النبأ، وقد وصلنا إلى الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل هو يوم القيامة، وسمي بهذا الاسم لأن الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين الخلائق. كان ميقاتا أي كان ميعادا ومؤقتا بوقت محدد لا يزاد عليه ولا ينقص منه ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل. هذا يوم الفصل الذي سأل فيه المشركون بعضهم بعضا واختلفوا فيه، فمنهم مصدق ومنهم مكذب، فيخبرهم عز وجل عن هذا اليوم متى هو وماذا يكون فيه من أهوال. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور. يوم هنا منصوبة على البدلية، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. يوم ينفخ في الصور، الصور هو البوق، غير أنه لا يعلم مدى عظمه إلا الله تعالى، والموكل بالنفخ فيه هو إسرافيل عليه السلام. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، قال مجاهد زمرا زمرا، قال ابن جرير يعني تأتي كل أمة مع رسولها، كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، حدثنا محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ما بين النفختين 40، يعني نفخة الفزع والصعق والبعث 40. قالوا أي لأبي هريرة رضي الله عنه: 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، تأكله الأرض، إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يعني الأرض تأكل أجسادهم ولا يبقى منهم إلا عظم صغير في آخر العمود الفقري، هو عجب الذنب. هذا يكون منه تركيب الخلق يوم القيامة، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، يعني أشبه بالبذرة التي توضع في باطن الأرض فينزل عليها الماء فينبتها الله عز وجل. كذلك أيضا كل واحد منا ستبقى منه هذه البذرة، عجب الذنب، عظمة صغيرة جدا، هذه هي التي سينبت منها الإنسان يوم القيامة، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يعني كل أمة مع رسولها. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت السماء فكانت أبوابا أي طرقا ومسالك لنزول الملائكة. هذه السماء ستكون تفتح أبوابا تنزل منها الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، وهذه الآيات كقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وكقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قالها هنا فكانت سرابا، أي يخيل إلى الناظر أنها شيء وليست بشيء، ثم بعد ذلك تذهب بالكلية فلا يبقى لها عين ولا أثر، كما قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فعندئذ تصير هذه الأرض مستوية لا عوج فيها ولا أمتا ولا معلم ولا شجرة ولا جبل، أرض مستوية. إن جهنم كانت مرصادة، جهنم اسم من أسماء النار وسميت بذلك عياذا بالله لبعد قعرها. إن جهنم كانت مرصادة، مرصادا يعني مرصدة معدة، مرصدة ومعدة لمن؟ للطاغين مآبة. الطاغي هو الذي تجاوز حده عياذا بالله، فحدنا نحن أن نكون عبادا لله، أن نكون عبادا لله خاضعين له سبحانه وتعالى، منقادين ممتثلين، لا أن نتجاوز هذا الحد فيكون الطغيان والجحود والنكران ومجاوزة الحد في الإسراف على النفس بالكفر والمعاصي. هؤلاء هم نار جهنم معدة مرصدة لهم، مآبا أي مرجعا، يرجعون إلى نار جهنم، أسأل الله العافية، يرجعون إلى نار جهنم. إن جهنم كانت مرصادة.
للطاغين مآبا، يعني مرجعا ومنقلبا ومصيرا ونزلا، لابثين فيها أحقابا، أي ماكثين فيها أحقابا. الأحقاب جمع حقب وحقب، والحقب المدة من الزمان، وفي القاموس المدة الطويلة من الدهر، تعادل 80 سنة أو أكثر. الحقب والحقب تعادل 80 سنة في قول الأكثر، أكثر المفسرين على أنها 80 سنة. وهذا مروي عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنهم جميعا، وكذا عن سعيد بن جبير وعمر بن ميمون والحسن وقتادة والربيع بن أنس والضحاك، كل هؤلاء قالوا الحقب 80 سنة. وعن الحسن والسدي 70 سنة. وعن ابن عمر أيضا قول آخر 40 سنة، وقيل غير ذلك، لكن الأكثر على أن الحقب 80 سنة. وهناك قول لمقاتل ابن حيان أن هذه الآية منسوخة بقوله سبحانه وتعالى بعدها فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال خالد بن معدان أن هذه الآية تشبه قوله سبحانه وتعالى إلا ما شاء ربك، يعني آية سورة هود، أنها في أهل التوحيد، لأن أهل التوحيد عصاتهم سيعذبون في الدركة الأولى من النار بمقدار ذنوبهم، ثم يخرجون منها يوما من الأيام برحمة أرحم الراحمين، بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين، ويأتي على هذه الدركة يوما وليس فيها أحد. قال ابن جرير رحمه الله: ويحتمل أن يكون قوله تعالى لابثين فيها أحقابا متعلقا بقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون فيها بردا أو ولا شرابا، يعني هذا نوع من أنواع العذاب، هذه الحقب الطويلة، ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر. ثم قال: والصحيح أنها لا انقضاء لها، الصحيح أن النار هذه لا تفنى ولا انقضاء لها، وكذا عذاب أهلها الذين هم أصحابها الجبارون والمتكبرون المعاندون الجاحدون الذين كفروا بالله وكذبوا رسله، فهؤلاء عذابهم دائم كما قال قتادة والربيع بن أنس. وعن الحسن وقد سئل عن هذه الآية فقال: أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود في النار، ولكن ذكروا أن الحقب 70 سنة، كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. وعن قتادة قال: وهو ما لا انقطاع له، وكلما مضى حقب جاء حقب بعده. وقال الربيع بن أنس: لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. قوله سبحانه: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي وهم في هذا الخلود في أنواع العذاب عياذا بالله، لا يذوقون بردا ولا شرابا، أي لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا
يتغذون به. ولهذا قال سبحانه: إلا حميما وغساقا. قال أبو العالي: استثنى من البرد الحميم، ومن الشراب الغساق، وكذا قال الربيع بن أنس. أما الحميم فهو الحار الذي انتهى حره وحموه مغلي بغلي جهنم عياذا بالله، انتهى حره. والغساق هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم، فهو بارد لا يستطاع من برده ولا يواجه من نتنه، نسأل الله العافية. إذن هذا شرابهم، شراب أي شراب؟ أي شراب هذا الذي يشربونه؟ لا بردا، إنما حميم. وكذا أيضا الغساق، عصارة أهل النار، عصارة أهل النار عياذا بالله، لا يجدون إلا إياها فيشربونها، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. جزاء وفاقا، أي هذا الذي صار إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة، وفق أعمالهم الفاسدة التي كانوا يعملونها في الدنيا. قالهم مجاهد وقتادة وغير واحد. ثم قال عز وجل: إنهم كانوا لا يرجون حسابه، فهم كفروا وكذبوا بالمعاد، ومن كفر وكذب إذا لن يعمل. إنهم كانوا لا يرجون حسابه، لم يكونوا يعتقدون أن ثم دارا يجازون فيها ويحاسبون، ومن ثم لم يعملوا، لم يؤمنوا ولم يطيعوا ربهم في العمل الصالح، وإنما أساءوا العمل ورضوا بالدنيا عياذا بالله، وكذبوا بآياتنا كذابة، أي كانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التي أنزلها على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله كذاب أي تكذيبا، وهذا مصدر من غير الفعل. وكل شيء، وكل منصوبة منصوبة بفعل مضمر يفسره الفعل الذي بعده، وأحصينا كل شيء أحصيناه كتابا، أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم وكتبناها عليهم، وسنجزيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أي هذا الذي كتبته الملائكة على الإنسان. وهناك تفسير أن الكتاب هنا في اللوح المحفوظ، ولا تناقض، لأن الكتاب الذي بأيدي الملائكة يجدونها موافقة للمكتوب في اللوح المحفوظ. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي يقال لأهل النار: ذوقوا ما أنتم فيه، فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه، وآخر من شكله أزواج. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم ينزل على أهل النار آية، لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه الآية: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهم في مزيد من العذاب أبدا، نعوذ بالله، ونعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار
ونسأله عز وجل أن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكرمنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات بجناته التي هي دار رحمته وكرامته. هذا والله أعلم، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.